وجيده عايز يعدي رمضان يلعب لانتوي وهدف جون انتوي وهدف على طول تاني جون انتوي والهدف الخامس في الدقيقة 27 جون انتوي في الدقيقة 27 الهدف الخامس للنادي الاهلي والتاني لي جون انتوي الهدف الخامس والتاني لي في الدقيقة 27 اتعملت له حلوة من حسام غالي راح انتوي وحطها على طول لحظة خروج الحارق اسلام وهدف خامس للنادي الاهلي. بقول لحضراتكم اللقاء مغامرة كبيرة جدا من نادي الجونة بغض النظر عن الهبوط. جون انتوي هدفه رقم 3 يعني هنقعد بقى نعد ونحسب. جون انتوي بيجيب الهدف ادي حسين السيد وادي جون انتوي على طول بالرأس وتخدع الحارس وتخش ويبقى 11-0 دقيقة 33 بقول لحظة جزاء للنادي الاهلي ادي اسلام سليمان وضربة الجزاء هل ايفونا ادي لا والله انتوي جون انتوي داخل جون والهدف رقم 12 جون انتوي والهدف رقم 12 والورقة اتملت عندي 12-0 جون انتوي في الدقيقة 36 حاول تحرك عبد الله السعيد عمل كرة بينية حلوة ممكن هدف اول يا ولد جون انتوي اتعملت حلوة عبد الله خد من عبد الله واتكل رمضان على الله واتكل رمضان وعملها جون انتوي عشان يسجل الفارس الاحمر يسجل هنا في هذه اللحظات الهدف في الدقيقة ايه الدقيقة الخامسة جاله مؤمن غير مكان نحل العكسية فين نحل العكسية ادي النحل العكسية لمسة واحدة يا ولد الله 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 عملها جون انتوي ليتقدم للنادي الاهلي باول اهداف اللقاء الله عليك يا ولد الله عليك تسلم رجليك يا حبيبي رؤية جميلة انطباع جميل وشكر خاص لزيزو الذي اعطاه الفرصة ووثق فيه وابقاه لقيمته لهبته لمهارته لتهدفته لمسة واحدة يا ولد لمسة واحدة الله عليه لمسة واحدة خلاص انتوي عمل اللي عليه انتوي يا سلام عبد الله السعيد لأحمد فتحي لجون انتوي قلت لحضراتكم اللياقة البدنية صبري رحيل بجواره صبري استلم صبري الله على الهدف جون انتوي قولوا زي ما تقولوا المهم ان الغاني يسجل الهدف الثاني ورايح لمين رايح لحسين السيد واضح انه اقرب لاعب له في تشكيلة او في فريق النادي الاهلي جون انتوي يسجل الهدف الثاني يؤمن الفوز تماما في اخر 10 دقائق من المباراة وبرضو بداية الهدف من ضربة ركنية اللعبة متحركة والكرة متحركة وصبري رحيل اوفر جميل والغاني والهدف الثاني وايضا بمساعدة من احد لاعبي الانتاج الحربي الاهلي ينتج الهدف الثاني تاني يرجع بيها لورا على حدود المنطقة حلوة وليد العرضية الانطوي جول انتوي يا سلام يا انتوي هو ده الكلام في الشوط الثاني راحوا في مراحل متفرقة من الوقت انما الكرة بالكعب ايه من بره هنشوفها تاني من الاول الكعب الاولاني ده اللي حكاية بص شوف يا سلام يا رمضان ايه يا ابن الجمال ده رمضان صبح حكاية ما جالوش فرصة يدير على فكرة الأندية المصرية غير النادي الأهلي تمشي على طول الكرة تاني في نص ملعب خطيرة جدا الأهلي ممتاز هدف أول الله هوبا جون انتوي العظيم جون انتوي جون للنادي الأهلي كمان تعظيم أهلي في مرمى روما رجع الشريط رجع الذكريات تحفة جون انتوي 24-25 ألف أهلاوي عظمة ما بعدها عظمة واضح الأسرار وجون انتوي خير على هذا اللاعب كان يومها الكابتن زيزو هو اداله الثقة بالنفس جميلة الاهلي يسجل اول اهدافه في مبارياته العالمية في مبارياته التاريخية عدم احترام بالنسبة للضغط الاهلاوي
الاهلي، استخلاص جميل، شوف الجمعيه وشوف الروح الجميله وشوف جون انطوي يا ولد على يمين الحارس لوبان، خطا كبير في الدفاع بدون فاول، ممتاز يعقوب الحمادي، وهدف روعه روعه روعه. الاهلي هو الاهلي، كم انت كبير وعظيم يا اهلي. شوف الكوره على يمين حارس المرمى لوبان، تعلن عن اول لون احمر والرقصه الشهيره المعروفه المعتاده. خلي بالك الرقصه دي هتجيب اعلانات، الرقصه دي هتجيب اعلانات. صالح جمعه الكوره، صالح جمعه الكوره، استلام من صالح جمعه، عرضيه عاليه خطيره راسيه، تعدى بدون خطوره متابعه، بدون خطوره رمضان صبحي، رمضان ومهاره والسنده، تصويب والهدف، جول جول. التعادل 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 الكبير يعود للمباراه، الكبير الاهلي، البطل الاهلي، الكهلي الاهلي يسجل مشاهدينا هدف التعادل في الدقيقه 30 من عمر المباراه، الهجمه الاولى الوحيده، الهجمه الاولى اليتيمه اليوم على مرمى فريق زيسكو زامبي، متابعه جميله جدا، بص المهاره حلوه ازاي والاستلام روعه ازاي، بصه حلوه السحريه بقدم رمضان صبحي واستلام بدوران جميل بتصوبه رائعه بقدم النجم الغاني جون انطوي عشان الاهلي يسجل هدف التعادل في الدقيقه 30 من زمن الشوط الاول. ده الاهلي يا ناس. لجون انطوي، باص على الشمال لرمضان صبحي، رمضان مع الكوره، عدى فترة رمضان بخبرته، رمضان عدى بتاخد طول، رمضان المهارة الفردية، عدى رمضان المهارة الكبيرة والعرضية والهدف، جول جوه جول. الهدف الثاني، الهدف الثاني، هدف الثاني بالنسبة للنادي الأهلي. إن شاء الله وبعون الله ومشيئة الله الأهلي قادر مشاهدينا على العودة للمباراة. قولوا يا رب، قولوا يا رب. الاهلي بيتلاعب بلعبه نجوم زيسكو، بص رمضان بيعمل ايه، اديني رمضان، الله عليك يا رمضان. العرضيه الساحره وعلى طول استلام دوران جميل بقدم النجم الغاني جون انطوي عشان يسجل هدف تاني اليوم في مرمى فريق زيسكو الزامبي.